We were meant for this, Nathan. You, me, together. We were destined for something great. كيف حالكم شباب؟ معاكم يوسف رزق، واليوم حنتكلم عن العاب بلاي ستيشن بلس لشهر جانوري. بس قبل ما ابدا ابغاكم تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل حاجه جديده من عالم بلاي ستيشن. والالعاب هم لعبه فرانتكس او جنونيات، واللعبه الثانيه هي انشارتد ذا نيثن دريك كولكشن. انشارتد ذا نيثن دريك كولكشن هي ريماسترد لسلسله العاب انشارتد اللي صدرت قبل كده على جهاز البيس 3، والان صدرت من ثاني على جهاز البيس 4. I am a man of fortune and I must seek my fortune. Are you ready to seek your fortune? بس اللي يميز المجموعة هذه انها تيجي بثلاث العاب، واللي هي Uncharted 1 Drake's Fortune، وUncharted 2 Among Thieves، وUncharted 3 Drake's Deception. وغير كده كل واحدة فيهم تدعم دقة 1080p وسرعة اطار 60 فريم بير سكند. فالان ما حتحسوا بفارق الرسومات، بالرغم انه كل جزء والثاني بينهم سنتين. فاستوديو بلو بوينت جيمز قدر يظهر ثلاثيه نوتي دوغ بشكل لا يوصف. فاللعبه لا تزال واحده من افضل الالعاب اللي الناس شهدتها، غير طبعا اللي يميزها حواراتها والالغاز اللي فيها اللي ميزت سلسله انشارتد عن اي لعبه ثانيه. هلو ذير، ايم فوكس. لعبة فرانتكس أو جنونيات هي لعبة مكونة من 15 لعبة صغيرة تقدر تتنافسوا فيها وتلعبوها كمجموعة توصل لأربع أشخاص. اللعبة هتاخد منكم وقت طويل عبال ما تكتشفوا الاستراتيجية المعينة اللي هتخليكم تفوزوا على أصحابكم، غير طبعا بعض الأوقات هتخشوا في معركة عشان تكتشفوا مين الفايز بينكم. كده بدأنا سنة 2020 بأربع ألعاب. لا تنسوا تعملوا طبعا لايك وسبسكرايب وشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل حاجة جديدة. كان معاكم يوسف، كل عام وانتم بخير. من أجل اللاعبين.